for sequins. بونجور واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من الليبانيز انبوكسينج، هالمره من عند لوت كريت. حقيقه لوت جيمنج بس هي تبع شركه لوت كريت. ما شاء الله، انا بعتقد انه بمناسبه العياد المجيده هيدي كانوا عم يلعبوا فيها امريكان فوتبول، يعني عملوا هط 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 ويكبر، لانه عن جد ما شاء الله حدا يا رونالدينو يا رونالدو يا كريستيانو يا ميسي يا سواريز لاعب فيها بينالتي. انه هيدا بسميه قلة احترام للغراض، يعني ليلة تيجي العلبة محروق سلافة ان شاء الله ما يكون فيها شيء مكسور. المهم هيدي مشان ديسمبر 2017، وصلت باخر ديسمبر كانت كتير مأخرة لانه شركة لوت كريت زي بسموها ليت كريت، لانه عن جد صايرين شيء بهوي. هاي الحلو فيها طلعت لي 50% اوف، مشان هيك اشتريتها، لانه بأكد لكم انه ما في بقلبها كتير اشياء مهمة. على كل حال نجرب نفتحها مرة تاني، مسكرينا تسكيرة انسان الكهف مشان هيك نستعمل السكينة ونكتشف كل مرة من وين بدنا نفتحها، لانه عن جد صارت القصة مسخرة. نحن سكينتي نقوله شوي شاط. المهم هاي الماني شاط ماني شاط ابو الماني شاط معلقة من ورا. يلا سويني. اوه مان، انه كانه ما في شيء بقلبه. المهم لنبلش بها. هي مهضومه كثير، هي البلاشي. اوه اوه نايس. هي اللي ما بيعرف هيدي لجيرز افور، احي هيدي الجرينيد اللي بيبرموها هيك وبيكبوها. سربرايزنجلي هاي كواليتي، يعني حلوه نايس. حتى ال نوعية هام والله شي حلو، انه ساعد تشتري ب10,000 يعني تقريبا، انه اوكي this is fine. مهضومة مرق لهم اياها 15. اوكي هلا نترك هلا اخر شي، في كتير اغراض قصة جوا. هلا هيدي قطعة حلوة كمان 3XL لانه بحبهم واسعين. Call of Duty World War 2، ما افتح اكثر من هيك ما بدي هلا تليها. المهم الصوره هيك عن الدبابه والعسكر مهضومه منا مميزه كمان بعطيها 5/10. لنرجع نفوت على العلبه، تعال ناخذ هيدي الشيء ببعد الحنان منا بيلزم له VRV بريميوم. هذا بيعطوك سيريز مثل نتفليكس هيدا، ما بعرف اذا بيلزم لنا، اذا حدا بده اياه يعطيني على المخبر زي يفهم فيهم، تكرم عينه بعطيكم اياه. ثالثا اللوت بين، كتير بهنيون على البينز اللي عم يعملون، عن جد بينز هاي كواليتي مرتبة ما في عليهم لا اسم ولا شيء. هي معضومة بس اتس pointless يعني، بس انه اتس نايس. هلا هون معضومة هيدي ولفنشتاين 2 ذا نيو كولوسس، نشوف من ورا لوت جيمنج بثيستا فانكي معضومة انه اتس اوفيشال. لا عن جد يا مظلومي. وصل احاول وفي علي اذا فيكم تشوفوا الامبلم تبع ولفنشتاين. واو اول مره بشوف ريل صفر هذه كلها البلاستيك هي تنسمع. اتس دوغ ويسل، هيدي وصل للكلاب. ما بعرف يمكن صفار عادية او صفار الكلاب، المهم حلوة اتس نايس ايتم، انا بحب اعلقهم هدول. اوكي اوكي حبيتها. الحلو انه بس تجي لك باللوت كريت اشياء انه ما فيك تلاقيهم يمين شمال، مثلا مثل هيدي مهضومة وحتى هي. في why don't they want fruit cake، هذه دعاية 10% off الحشوة. انا مشان هيك بحب اللوت جيمنج. هذيك المرة اجالنا البوستر تبع ديستني، هالمرة اجالنا البوستر واو كبير، هاي ساعة بالصورة، مو حفرجيكم الصورة عنا حوي.
هاي كواليتي، هاي كواليتي، واو واو، هذا حلو. This is so nice. يعني مثل ما قلت هيك اشياء الواحد ينصب فيهم، بس اللي هي بوستر خاصة بوستر وهيك كواليتي لحد هلا اتس ا جود كريت، يعني ما في مشكله. المهم هلا هون البيس دي ريزيستانس، وهي هيدي بايو شوك بيج دادي فاينل فيجر، يعني راشنال جيمز 2K حي. هيدا الفاريانت اللي فيك تشتري اللي هو العادي، هذا اللي بيجي البيور براس. يعني هات نفتحه بدون ما نعمل دامج للعلبه. اوه اتس فيري نايس هاي كواليتي. يلا عن جد هيك اشياء منيحه. ناقص اوه اوه، شوفوا الديتيل. يا سلام يا سلام يا سلام. اوه هات لنشوف. المشكله لازم تكمشوا لتصدقوا. كتير حلو. انا كتير فان لبايو شوك، وكتير بحب البيج دادي البيج سيستر والاشياء والليتل سيستر. واو واو، يعني الكريت كلياتها هيدا جيب السعر. بالمره منه شيب كواليتي، بالمره منه خفيف، رابر على بلاستيك، شيء مرتب. هسه بفرجيكم اياه مره تاني، شو شوفوا قديش الديتيل فيه، خاصه هدول اللي ورا. واو لا ممتاز ممتاز. اتس ا جود كريت، اي ريلي لايكت ات. انا ما كثير مع البلاش، بس هي كثير حلوه. هي اذا بده يحط في علقه بالسياره انه على المري كثير مهضومه. تيشرت اسود ابيض اللي بحبه. الويسل اتس فيري اوريجينال. البوستر مرتب، بس هي بعتقد انه فوق لانه اشتريتها كلها بعتقد ب $17 الكريت. انه اذا واحد فكر فيها $17 تاخذ كل هالاغراض، اتس ا نايس ديل. على كل حال هذا كان الجيمنج كريت لديسمبر. انطروني ان شاء الله قريبا لعمل اللوت انمي كريت، بس اكيد هذا طول بعتقد لبعد راس السنه. بشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجديد. اتركوا لي لايك سبسكرايب، وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد. باي.